ضربة نقابية دولية جديدة توجه إلى النظام المغربي على خلفية سياسة الانتهاكات المتكررة التي يمارسها المخزن في الأراضي الصحراوية. الاتحاد العام للعمال الجزائريين كشف أن الفاتح من مايو القادم سيكون يوما وطنيا لدعم القضية الصحراوية في مختلف ولايات الوطن كتكملة للنضال الأممي الساعي لتحرير الشعب الصحراوي من القبضة المغربية حسب الرجل الأول في الاتحاد عبد المجيد سيدي سعيد، مضيفا أن الاتحاد سيطلق قافلة مساعدات طبية وغذائية موجهة للشعب الصحراوي. أن أول ماي 2016 أن يكون متخصص مباشرة للقضية الصحراوية، تضامن للشعب الصحراوي على مستوى الجزائر، كل شعب الجزائر والعمال والعاملات على المستوى الدولي، وين كل المنظمات على المستوى قابلين هذا التضامن يكون تاريخي أو التضامن على المستوى الدولي ليسمح الشعب الصحراوي أن يرجع في السيادة تاعه، يرجع بالقوة فيما يخص الدروا ليجيتيم الاوتوديرميناسيون اي سي ان دروا ناتورال. السفير الصحراوي بالجزائر وجه رسائل للأمم المتحدة وللرأي العام الدولي عبر لقائه هذا بسيدي سعيد، أين دعا الأمين الأممي بان كي مون إلى إدخال عناصر جديدة في التقرير الذي سيبعث به قريبا لمجلس الأمن، خاصة في ظل خروقات نظام المخزن المتواصلة لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية. اختياركم لفاتح ماي هو أحسن تعبير وأصدى تعبير لدعم الشعب الجزائري. هذا التوجه اللي أقدم عليه المغرب لا شك بأنه يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، قطرسة المغرب وتعنته هو بدعم وبرعاية من فرنسا بالذات. كما تفادى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين الحديث عن القضايا السياسية الداخلية، مفضلا تصويب جل خطابه للقضية الصحراوية، حيث رفض الرد عن ظروف غيابه عن مبادرة الجدار الوطني وقضايا سياسية أخرى.